شانتال، ستحدثين عن فيروس كورونا في إيران ونقص الخطر مع دخول البلاد في موجة جديدة من تفشي الوباء. نعم بالفعل مروج، أرقام صادمة جدا أعلنها الرئيس الإيراني حسن روحاني. إذ تعلمين مروج أن هناك جدلا كبيرا داخل إيران بل وخارجها أيضا بشأن الأعداد الرسمية التي يتم الإعلان عنها من المتوفين والمصابين بكورونا. سبق أن استجوب البرلمان الإيراني مرارا مسؤولين في الحكومة بهذا الشأن، وأكد نواب إيرانيون أن أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا أعلى مما هو معلن. صحيح شانتال، هناك الكثير في هذا الموضوع، وأعتقد أن مسألة الأرقام هذه تحتاج إلى شرح منك يعني. صحيح، الرئيس الإيراني حسن روحاني وبلغة الأرقام تحدث عن وجود 25 مليون إيراني أصيبوا بالفيروس. الرئيس الإيراني وصل حديثه بذات اللغة، فلم يستبعد أن يكون ما بين 30 و 35 مليون شخص آخرين عرضة للإصابة بكورونا. إذن فالمصابون حتى الآن ومن هم عرضة للإصابة بالفيروس مستقبلا يشكلون ما يقرب من 3/4 الشعب الإيراني البالغ تعداده نحو 80 مليون نسمة. طبعا عندما نتحدث عن 3/4 الشعب تحت رحمة كورونا، هذا وضع فعلا مقلق شانتال. تماما مروج، هكذا بطبيعة الحال وصف روحاني الوضع بشأن فيروس كورونا في إيران. على ما يبدو فإن هذا القلق ربما تترجمه السلطات الإيرانية بمزيد من الإجراءات الاحترازية. لكن هنا أيضا اللافت للنظر شانتال أنه يتم الإقرار عن، يعني هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن الخطر الكبير لفيروس كورونا في إيران. بالفعل مروج، يعني كما ذكرتي اللافت هنا أنه مسؤول إيراني كبير يقر بمدى الخطر الذي تعيشه البلاد في ظل تفشي الوباء. تستند الأرقام التي ذكرها روحاني إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمية التي تم إعلانها أخيرا. وهنا يثار الجدل بشأن الاختلاف بين تصريحات روحاني وما تم إعلانه في وقت سابق مروج. طيب شانتال، روحاني هنا ألم يتطرق لمسألة هذا التناقض في حديثه ما بين تصريحاته والأرقام التي ذكرها والأرقام الرسمية التي ذكرتها السلطات الصحية في إيران؟ لم يتطرق إلى ذلك، ويبدو أنه لا يريد أن يدخل في جدل الأرقام بل يركز على سبل مواجهة التحديات المقبلة المتعلقة بتفشي كورونا في إيران. الأرقام التي قدمها الرئيس الإيراني يبدو أنها تؤشر إلى عزم السلطات على تحضير الرأي العام لمواجهة زيادة انتشار المرض ولإجراءات أكثر حزماً منعاً لانتشار الفيروس في البلاد. كانت السلطات في طهران قد بدأت بالفعل فرض قيود جديدة شملت إغلاق بعض الأماكن العامة مثل المقاهي وحدائق الحيوانات وحمامات السباحة الداخلية، وبالتالي بالفعل نحن بانتظار كيف ستتعامل السلطات مع هذه المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى توضيح تناقض الأرقام أيضا، يعني ربما يخرج لنا بتوضيح منطقي لهذا التناقض. شكرا جزيلا لك شانتال على هذا العرض. شكرا مروج.